نعم، هذه هي الكارثة. قد تكون من الكوارث الطبيعية، وقد تكون ظاهرة الاحتباس الحراري هنا الآن مطبقة بشدة لكل من يريد أن يعلم ما هي ظاهرة الاحتباس الحراري التي أثرت على هذه المنطقة بشكل عام، التي أيضا تعاني في كثير من الأشياء، ولكن بفعل قلة الأمطار. يعني نحن نتحدث الآن أختي الكريمة عن في آخر 13 عاما، آخر 8 سنوات لم تأتي أمطار بكميات المعتادة. هذا أدى أيضا إلى مشاكل في الزراعة وفي الرعي، لأن معظم العاملين في هذا الحقل يعملون في جانب الزراعة والرعي، ومع قلة الأمطار وكثرة الأمطار في بعض الأحيان أكثر من اللازم تؤثر إلى يعني انخفاض الشيء المزروع أو انخفاض مساحات الرعي الموجودة. هذا أيضا أدى إلى مشاكل وخيمة تحديدا في مجال الماشية، يعني نتحدث عن أكثر من 9.5 وقرابة 10 مليون رأس من الماشية تم فقدها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة الجفاف. أيضا يعني نقص المراعي في هذه المناطق أيضا أدى إلى وجود بؤر للصراعات العسكرية التي نشاهدها في هذه المنطقة، التي يمكن نسميها هشة أمنية مثل الصومال، والآن اندلعت الحرب الأثيوبية وبعض الحرب السودانية، فأيضا هذه أثرت بكثير من النواحي. ولكن الإجابة لسؤالك تحديدا نعم حول كيفية يمكن الحفاظ على هذه البيئة، أو الأمم المتحدة تحدثت عن خطة إسعافية أكثر من حوالي 6 مليار دولار يضخها تحديدا إلى الصومال المتضرر الأكبر. إلى الآن تم جمع حوالي 55% من قيمة هذه المبالغ، ولكن تظل مشكلة الاحتباس الحراري المشكلة العالمية تؤثر على الكل، ولكن في هذه المنطقة الإقليمية في منطقة الصومال تحديدا تؤثر عليها بشكل أكبر. يجب الحفاظ على البيئة، سيد يجب أنس، الحفاظ على ثقب الأوزون. نعم سيد أنس، على عاتق من تقع مسؤولية تجنب هذه الكوارث المناخية المتلاحقة؟ هل هي على الدول الصناعية الكبرى في عدم اتخاذها إجراءات حول التغير المناخي، أم على الدول الإفريقية التي لم تتجه إلى التنمية المحلية والاستفادة من الخبرات الدولية؟ في المقام الأول الدول الصناعية طبعا، باعتبار أنها المسبب الأكبر في هذه الأزمة، ولديها من البواعث الأكبر من الأدخنة والمشاكل تؤثر على ثقب الأوزون، هي المسبب الأول في هذه المشكلة، والتي تأثر بها هذه الدول الإفريقية الدول الضعيفة حاليا. ولكن من جانب آخر يجب أيضا من الدول الإفريقية أيضا بقدر الإمكان يعني العمل على الخيارات أخرى. هنالك الآن تغير كبير مناخي أيضا يؤثر على مواضيع الزراعة، يؤثر على مواضيع الرعي، باعتبار أنه يجب هناك أن يكون هناك حلول أخرى من قبل هذه الدول، لأن هذه الظاهرة الآن أصبحت ظاهرة واقعة ولا يمكن التغيير عليها. ومع وجود الآن الحروب الآن زي مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح الآن ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الوقود، أيضا سوف يؤثر سوف تعاني هذه الدول التي تعاني أصلا في السابق، يمكن أن تعاني أيضا من جديد بسبب هذه الظاهرة. فيجب الاتجاه إلى حلول أخرى، حلول خارج الصندوق، حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة التي يبدو أنها لن تنتهي في ظرف يوم أو يومان أو في ظرف سنة أو سنتين، ستكون أزمة مستمرة وستأتي الأمطار كل عام، أو لم تأتي سيكون لك مشاكل الجفاف سوف تستمر، ويجب وضع حلول نهائية لها. ولكن المقام الأول يجب الحفاظ على البيئة والحفاظ أو القضاء أو التغليل على ظاهرة الاحتباس الحراري. نعم وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الإعلامي والكاتب الصحفي السيد أنس الإمام، كنت معنا من لندن، شكرا لك على هذه المداخلة.